جماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن فأين هو هذا العالم المتمدن الذي رأيناه يدين هذه الجرائم الفظيعة التي تقع على أرض فلسطين؟ منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في إطار المبادرات والفعاليات التي تنظمها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، ننظم اليوم ندوة فكرية حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية وجريمة الإبادة الجماعية التي يشاهدها العالم على غزة. طبعا نريد من خلال هذه الندوة أولا الدعم اللا مشروط للمقاومة الفلسطينية في كفاحها العادل من أجل قضيتها ومن أجل تحرير أرض فلسطين، وكذلك نريد من خلال هذه الندوة مزيدا من التعريف والتحسيس بخطورة وجسامة ما يتم ارتكابه على أرض غزة من طرف آلة الحرب الصهيونية. هذه الجرائم التي يشاهدها العالم كله، ما أي دور سيكون للمحكمة الجنائية الدولية؟ هذه المحكمة أحدثت لمعالجة أو للبت في قضايا في جرائم الحرب وفي جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجريمة الإبادة الجماعية. إذن هي لها كامل الصلاحية بأن تتدخل في ما يحدث وأن تنزل العقوبات الضرورية بمجرمي الحرب على أرض في الكيان الصهيوني. إذن نتوخى من هذه الندوة نقاشا فكريا يساهم فيه خبراء وعموم المتتبعين والمهتمين حول أي دور ستطلع به المحكمة الجنائية الدولية، أم أنها ستغفل هذا الموضوع الذي يشاهده العالم، وبالتالي سنبقى أمام إفلات من العقاب وستبقى الجرائم ترتكب هكذا وبعيدا عن الضمير الإنساني وبعيدا عن القانون الدولي وبعيدا عن أي تدابير يمكن أن تحد من هذا التسيب، هذا الإجرام الغير المسبوق ما يرتكب حاليا على أرض فلسطين من إبادة ومن جرائم فهي غير مسبوقة في التاريخ البشري. ومن المفروض أن المحكمة الجنائية الدولية تطلع بدورها وتقوم باختصاصها وتنزل العقوبات الضرورية بمجرمي الحرب الصهاينة. اليوم لحظة مهمة جدا، مش فقط في تاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ المقاومة، ولكن في إطار الصراع من أجل القانون والصراع من أجل العدالة. كل الآن اليوم الأبواب مفتوحة من أجل فضح الكيان الصهيوني ومن أجل الانتصار القانوني على المستوى الدولي للشعب الفلسطيني ولضحايا غزة ولنساء ورجال غزة. اليوم فعلا سيكون النقاش واضح حول الإمكانيات التي أتيحت التي لم تكن سابقا متاحة، ولو أنه الشكايات قدمت منذ سنوات، ولكن الشكايات التي قدمت اليوم والباب الصراع القانوني الذي فتح اليوم وباب العدالة الدولية التي فتحت الآن هي إمكانيات كبيرة جدا من أجل التأثير حول الوقع للاعتداء ضد الشعب الفلسطيني وحول انتصار القضية الفلسطينية وحول كسب المزيد من التأييد للمقاومة الفلسطينية. اليوم المقاومة أعطت درسا بواسطة تواجدها على جبهة الصراع القانوني أمام محكمتين أساسيتين دوليتين، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. هذا شيء غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، غير مسبوق. أعتقد بأنه هذه الندوة تدخل في هذا الإطار، وستكون هناك مقترحات فيما يتعلق بمواصلة العمل القانوني ومواصلة
لجبهة الدفاع على المستوى القانوني وجبهة استعمال القضاء الدولي ضد الكيان الصهيوني وضد التطبيع. عبد الحفيظ السريتي، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. هذه ندوة اليوم تنظمها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين لها طابع حقوقي، استضافت نقباء، نقيب عبد الرحيم الجامعي الذي بادر وبعث برسالة إلى محكمة الجنائية الدولية للتدخل يعني فيما يعيشه اليوم الشعب الفلسطيني من جرائم يعني ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. كل هذه الجرائم هي ثابتة في حق العدو يعني الصهيوني، ولذلك مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين هي مع الشعب الفلسطيني، تدعمه في المسيرات في الوقفات وتدعمه كذلك على مستوى المرافعة القانونية. ولذلك نحن نقول اليوم بأن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وهي قرارات على كل حال وإجراءات قبل أن تبت يعني في جوهر يعني القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، نقول بأن الإبادة الجماعية هي ثابتة يعني في حق العدو يعني الصهيوني، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وعلى الأسرة الدولية أن تلتزم كما التزمت فيما يرتبط يعني بالحرب الأوكرانية الروسية، عندما يعني حركت كل يعني المساطير من أجل فرض العقوبات يعني على روسيا، فكذلك هذا العدو إذا تملص من الالتزامات يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عليه هو الآخر يعني عقوبات، وإلا سيكون المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويتصرف يعني بطريقة غير عادلة فيما يعيشه اليوم الشعب الفلسطيني. النقطة الرئيسية هي المسؤولية الجنائية دي الكيان الصهيوني والكيان المحتل، وأهم النقط الرئيسية هي المتعلقة بالاحتلال، لأن الموضوع هو ليس نعم موضوع إنساني وكذا، ولكن الحل دياله والمشكل دياله في نفس الوقت هو قضية احتلال. أولا لما نحل عقدة الاحتلال فالكل يعني سيترتب عليه الأثار، فلا يمكننا أن نقلب الجدلية وأن نبتدئ بالإنسان أو حقوق الإنسان أو كذا، والمشكل الرئيسي أو التناقض الرئيسي هو الاحتلال. لما نحل مشكلة الاحتلال فسنحل الباقي. الموضوع الذي وكل إلي تناوله هو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للناحية الموضوعية، واختصاصها يدور حول أربعة محاور. المحور الأول الإبادة الجماعية، المحور الثاني جرائم ضد الإنسانية، المحور الثالث جرائم الحرب، المحور الرابع جرائم العدوى. حال فإن جميع هذه الجرائم تعتبر مرتكبة وثابتة في حق الكيان الصهيوني إذا الفلسطيني الذين يطالبون بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.